ببيت بيت فقير ما عنده شي روح زورهم ببيت قلن خلي يسوع حاضرين؟ ايوه كلنا ايدينا فوقات رح ندني كتير صعب في حدا عم بيسوق قدام في حدا قاعد ورا في حدا قاعد ورا وعم نتدفى وقليب بوجهنا ومنقلكن انه رايحين شو نزور ناس ونتعرف عليهم مزبوط كارين؟ صح احنا كتير مبسوطين لانه رايحين عم تسلى كتير بالسيارة لكن منقول لأكيب سات سافن رايحين اربعتنا تنلاقيكم ونلاقي هول العيال بدنا نتعرف عليهم اليوم منقول للعالم يجوا معنا لحتى نزورهم بقلب بيتهم ايه وناكل معهم انا وتمار رح يكون عم نلعبوا كتير حلوين فوتبول مع الاولاد لكن رح تلعب فوتبول مع الاولاد وانا رح كون الجولر لاني طش بالفوتبول انا رح كون هجوم وانت دفاع حكم انت حكم اوكي هي حكم طيب جايز ليكو الشتاء حلو شو اقولكم بنرجع او بنروح بنزورهم ببيتهم يعني؟ كارين شو بدك نروح نزورهم ببيتهم او نرجع لا خلينا نروح نزورهم حتى لو عم بتشتي بدنا نروح نزوركم ونتسلى وبدنا نطبخ اوكي وناكل بده يطبخ اكيد حقونا تنروح يلا وصلنا على المحل مثل ما شايفين بلشت تحضيرات ومعي جيتار عم دق لا عم كذب كارين رح تدق بس عم تحضر حالها بدنا نشوف عم نحضر كلنا بالخيمه فوق وحابب روح اتعرف على الجروب بقى الحقوني هاي كيفك شو اسمك؟ محمد تشرفنا مرحبا هاني هيدا هاني كيفك محمد هيدا عز الدين عز الدين هيدا نور الدين هاي نور الدين يلا احمد كيفكم وهيدا مين احمد علي صوتك كيفك شو عيب اسمع صوت في حدا منكم بغني نور الدين وعز الدين صوتهم كثير حلو صوته كثير حلو يعني بدنا ندق جيتار في حدا معه طبلة في مين بدق طبلة طلع مين بدق طبلة ليك محمس بدنا نطلع يعني نولع الدنيا مش نولع يعني نار نولع الطبلة شو بدي اسمع صوتكم هلا بعدنا ملبكين بدنا ننسى الكاميرا بدنا ننبسط مع بعض جاهزين شو جاهز جاهز هاني هيك يلا الحقونا لحظة قبل ما نفوت نقعد نتسلى نجيب الطبلة منقول شي هون جيب الطبلة يلا ايوه اجا المطرب اجا المطرب قرب اقعد هون شو بكم كلكم رايقين 2 3 4 روح سورية بدكم تعلمونا كيف يلا 5 4 3 1 روح البيت هنشوف البيت شو رح كيف رح يولع روح يلا بالساحة تلاقينا بالساحة
صارت حاميه كثير نفوت بس قطصنا ما عاد في سقعه شوبنا والاكثر من هيك بعدين ناكل بس هلا رح نفوت كانت الدبكه حلوه حلوه ايه نور الدين بدأ كثير منيح وكل اصحابي هون ناطرين تنفوت على الخيمه عم بيحضروا شيء جوا انا بدي اسال هيك بدي اسالكم ايه عن جد كيف بدي اسالكم كيف بتقضوا الوقت كيف بتقضوا وقتكم بالنهار هون بس او في محل تروحوا عليه تقعدوا هون بس بنلعب بالطابه اوكي مين الاقوى بالفريق كون صريحين في انت انا بسال صغار بعرف صغار ما مين اقوى واحد فيهم بالطابه مين احمد يعني مين احمد ايوه زقفه احمد شو بتلعب جولر او دفاع او هجوم هجوم مين الجولر انت دفاع بس الصغير جولر قرب 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 الصغير شو اسمه تاع تاع اقعد الصغير شو اسمك اعطوني الميكرو اعطوني الميكرو هاني يعني انت وكل كبرك انت اللي بترد الطابه هالقد كبير وبتقدر تردها مين اكثر بفوت جولات بيناتهم كلهم مين الاقوى احمد لعميق بدك تسلم طلع هون جوا بقلب هالعلبه وسلم على حدا بسوريا مين بتعرف بسوريا منن اصحابك يلا قل له مرحبا حمزه سلم عليه شو بدك تقول له هلا عم يسمعك شو بدك تقول له مشتاق لك ان شاء الله نلتقي قريب حمزه هيئته مشتاق لك بس بيقول لك تعال نلعب بالطابه سوا هون تعال طيب شو بعد بدكم تخبرونا بنفوت على الخيمه هلا ومنرجع نلعب ماتش فوتبول تحدي اوكي يلا الحقونا على الخيمه بدنا نقول انه كان الوقت رائع شفتوا الدبكة قد ايه حامية؟ كتير انا حسيت حالي بالبلد ولعناها يعني اندمج الدبكة السورية مع اللبنانية وخبصت بالفرح وبالتسلية وشفتوا هاني شو موهوب؟ اكيد الدبكة كانت كتير حلوة نور الدين موهوب كتير وبتعرف انا حاسة انا وقت نفوت جوا لعندهم رح كتير يكونوا عم بيدقوا قصص جديدة ورح نكون عم نغني مع بعض 100% رح نتعرف عليهم اكتر ويتعرفوا علينا اكتر ويتعرفوا علينا 100% حقونا مراحب مراحب خيي شو هالدفى هيدا كتير دفى قال انا لابس شي خمس طاقات قال هاي في حد هيدا هون يا هلا يا هلا حبيبي كتير دفى عدو 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 ها سوري انا رح اقعد احسن بركي انتو تزيحوا انا اقعد هون بيناتكن هاي تعال عندي ابو احمد عامل القصة كلها يعني انت القصه كلها لا ما انت القصه كلها فيك تمسك الميكرو اذا بدك تحكي سوا اقعد حد اقعد كل هول الاشياء انت الحمد لله عنا الله قد ايه صالكم عاملين هيدي قد ايه صالكم تركين سوريا وجيتوا لهون من سوريا جيت صار لي تقريبا هلا سنتين اوكي اول ما جيتوا انبنت الخيام كيف انا بحب اعرف لان مرات بنشوف انه خيمه ولك قد ايه ظابطه ما بعرف اذا حدا من الشباب عم بفرجينا سقف الخيمه وتفاصيلها بس كيف صارت القصه كيف تعاونتوا لان حلو نعرف مرات تفصيل بشوفوا الناس خيمه بس تتكون هالقد كل شيء مرتب كل شيء نظيف هلا اكيد كل ست بخبرونا او تمار بتسال بس عم بحكي كيف انعملت مثلا شوادر كيف جبته بحب اعرف لانه العالم بتفكر يي مرتاحين لا في كد وفي ركد وفي عائله واقفه وفي اولاد شو كيف هلا اول ما جينا نحن يعني جينا زياره لهون ما كان في فكره انه نعمل خيمه اوكي على اساس انه ناخذ بيت وكذا انا بشتغل بالموبيليا اوكي فإن اصحاب تحت وفي هاي المصلحه نفسها اللي نحن قاعدين فيها هي تابعة للسيد عماد الامين وعلي الحريري اوكي ف حكونا جماعه معهم فاعطانا هون هالشقفه هون ضمن المصلحه وجبت خشب
وانا كوني ساعدوك ساعدك الجار خيتي يعني اكيد 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 الشباب تحت الاولاد كمان الاولاد كلهم ساعدوني جبنا خشب وانا كوني عندي فكره يعني بالجاره وهيك 100% ايه فصممتها التصميم هذا وصار كل شيء حلو عن جد في دفى كثير انبسطنا بالقعده انا وسام ميرنا كمان ساعدته لانه كانت عم تحكي ميرنا شفتوها هاي ميرنا هاي اخر العنقود هاي ميرنا يعني انت مدموجه في احلى من الروعه سوريه ولبنانيه بذات الوقت يعني كله كنز الاثنين بدي اسالك شيء كثير اثرنا نحن وعم نحكي تحت الهواء برا بس قبل اللي عن جد تعب فيها هو صهري جوز بنتي أوكي. مهند وهو وين بسوريا بتشكره كثير لا تحت هون تحت اوكي كثير هو وشخص ثاني اسمه عمار عن جد لهم فضل كبير يعني ببنائها انا كان علي التصميم عليهم الشغل يعني. اوكي طب انا بدي اسال صار في مساعدات يعني من أكيد. جمعيات وكذا بس بعدين بعد أوكي. ما خلصت 100% بدي اسالك شيء ثاني قبل ما ننتقل هيك انتو هيدا كنت عم تحكي شيء عن ابنك احمد مزبوط ايه احمد خبروني عليه اخبار كثير حلوه وخبروني عن غير شباب بس بعدين نسال بس شو كنا عم نحكي تحت الهواء ليش احمد زعلان احمد زعلان لانه طموحه كان كبير بالفوتبول وبلش بعمر صغير بنادي عريق جدا بسوريا معروف يعني نادي الكرامي كلا عم يحضرونا بسوريا بيعرفوا نادي الكرامي معروف نادي الكرامي على مستوى آسيا يعني هو من الشباب الصغار المهمين اللي عم يتدربوا بهيدا النادي نعم ايه؟ وانطلق انطلاق جيد جدا حتى مدربينه يعني أسامي كبيرة على المستوى يعني وفجأة راح الحلم تقريبا بالنسبة له أنا بعتقد أنه إن شاء الله لا إن شاء الله لا بس لا. هو أعتقد أنه انتهى بالإضافة للنادي كنت أحطه أنا بأكاديميات أكاديمية محمد قويد معروفة كمان بحمص وإله مستقبل كبير يعني حتى المدير الكرة كان بحمص مدير الكرة تبع نادي الكرامي هو رياض البوشي بدي أوجه له تحية معليش من خلالكم أكيد عم يحضرك كنت أنا بأكاديمية محمد قويد بختام دورة كانوا عاملينها وقفني وقال لي أنا دير بالك عليه له مستقبل كبير وهذا هذا اللي ليك هلأ أشعر بدني صدقني ودمعت بس من قهري عليه وبتمنى انه يلاقي فرصته من جديد هوني ما عم بقدر ما في امكانيه يعني بدي اساله لاحمد شو يا احمد زعلان اكيد هيدا حلمك نعم طب انا مأكد انه انت بتؤمن بالله مزبوط مزبوط نعم. طب بتحس انه الله بيتركنا لا ما بيتركنا ليك اليوم كيف قاعدين مبسوطين وانتو كتر خير الله قد ما فيكن بس انا مآمن وبعرف شفت دموع بيك وقهره مآمن إذا أنت مآمن بالله أنا مآمن إنه الله ما رح يتركك في نهار رح ترجع تخبر خبرية وتقول إيماني بالله خلاني بعت لي الله أشياء حلوة ورجع حقق لي حلمي مزبوط؟ مزبوط ما أنا يا أحمد كمان فليت بوقت الحرب وكنت ما بقى في حلم عندي ورجع الله حقق لي طموحات وعن جد عم بحكي من ابن حرب لابن حرب اتفقنا ما بدك تكون زعلان اتفقنا خلاص اوكي هلا بدنا نلعب فوتبول بعدين نظهر اوكي بركي تمار او حدا نتعرف على الامات اللي ما بدي اياكم تتاثروا نحن جايين مبسوطين ومنحس معكم هيك ما بعرف اذا انتم يعني ام هاني ام هاني اقول لهاني ايه ام هاني انا ام احمد ام احمد اوكي وفي كمان البنوت هون عم تحكي اصلا شو اسمك ساره بتكوني بنتها لا أخيته لأحمد أخته لأحمد ونور وميرنا أوكي وميرنا هاي ميرنا قولي هاي تا 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 بعتقد فكرته شوكولا بنسأل سارة يمكن كصبية هلأ أنت هون كيف عم تقضي وقتك وشو عم تعملي أنا كنت قاعدة أول يعني ما عم بشتغل ولا شيء بس مرت فترة اجى فيها لعنا عمو ميلاد وتعرف علينا وقال لي عرض علي انه نشتغل عنده بالمؤسسة بالمركز وانضميت ل فريق
الفريق قلبنا مع لبنان. وبعدين بلشت مع البنات اللي بيشتغلوا بالجولري بالاكسسوارات وبسطت كتير، وهلا عم اقضي وقتي معهم. وهلا كنا بفتره بعطله عيد الميلاد وكمان بسطت كتير فيها، والفضل كله بيعود لعمو ميلاد. وجه له تحيه كتير كبيره. طب بتحبي تعملي شيء مثلا؟ عندك شيء هوايه بتحبي تعمليه؟ مثل مثلا احمد هون سمعنا بحب يلعب فوتبول كتير، انت في عندك شيء هوايه هيك كنت تعمليه؟ هواي كنت اعملها انا ما انه اعملها، بس انا بحب كتير انه الموسيقى وهيك اشياء. اوكي، بدي جيتار، بدي بيانو، بتمنى اني اتعلم لاني بحبها كتير يعني. اوكي كتير حلو. بدي اقول بركي بالوقت بعدين عندك شيء هون عم تشتغليه من الاشياء اللي عم بتعمليهم، الاشياء الجولري او المجوهرات، او مجوهرات يعني مش مجوهرات الماز، بس من الامور اللي عم تعمليها في شيء بالخيمه بتقدر تشتغليه او كله هونيك؟ لا هلا الشغل كله متضمن بالمركز يعني. ما فينا نطلع شيء لبرا. ما فيكم؟ بس ما 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 جبتي شيء تبقى تتسلي مرات هون؟ لا ولا مره. اوكي. بدي بركي كمان اعرف من الامات هيك كيف الوقت اللي عم بيقضوه هون؟ بعرف انه صعب، بدي اياكم مبتسمين، ما بعرف انه بعرف انه الموضوع صعب عليكم صدقوني، بس قلت لكم انا ابن حرب مش جاي اتفلسف عليكم، لان انا عشت الحرب وكنت عم خبره انه انا عشت بخيمه 6 شهور كمان. بقى انتم هلا رح نحكي هلا، لان بعرف دائما الامور بتضل حزينه وعم بتفكروا بسوريا شو عم بيصير، بس كيف هيك كجيران؟ خبروني كجيران، في قعدة قهوة على بكرة؟ بلا قعدة كتير حلوة وجيران حلوة. بتقربي ايه بقربي منيح تنسمع صوتك. بس كعيش وهيك يعني ما حلوة زيادة، صعبة، كنا أول عايشين بسوريا غير هيك العيشة، نتحسر على العيشة بسوريا كانت. 100% بفهم أكيد. بس تأقلمنا على الجو مثل ما بيقولوا، تعودنا على الجو، على جو الخيمة والمي وجيران حلوين ومعشر حلو. طب بدي أعرف أنتو أكيد كجيران، أنا بقول الجيران مثل الإخوة بيصيروا خاصة بهيك وقت، هيك بتحكوا لبعض همومكم ومشاكلكم مرات؟ طبعاً نتمنى نرجع على سوريا كمان يعني، على طول بنضل بنحكي هيك وبنقول إحنا بنتمنى. بس بتقربي نعم. نتمنى نرجع على سوريا وإحنا هون جيران كأننا أهل، بنشكي همومنا لبعضنا ونتحسر أيام سوريا وإن شاء الله الله يفرج. طيب في ميزة بسوريا أنا بعرفها أنتو خبروني عنها، مش مثل لبنان، ما لي حابب أقولها لأنه هيدا شيء كتير كان يعني لي، بدي أعرف بقلبكم، بعرف أنه ما في طوايف بسوريا مثل لبنان، مزبوط؟ جيران، إسلام، مسيحية، كل شيء، هيدا ميزة، هاي ميزة كانت. بدي اسمعوا لأحمد وارجع اجاكم، لان بعرف الاولاد بيحكوا بكل حقيقه. نحن قبل انه ما تصير الحرب ما كنا، نحن كان في جيراننا شيعة ومسيحي، ما كنت يعني انه اعرفهم انه شيعة ومسيحي، لبعد الحرب صاروا انه صرنا نعرفهم انه هذا شيعة وهذا مسيحي. طب 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 بصدق بتضلكم تربوا اولادكم وتقولونهم يا ماما لو هيك عم بيصير، مين ما كان شو ما كانت الطائفة، هول اخواتنا او شوي ما بقى عم تقدروا، عم بيصير في زعل يعني، بعدكم بتفصلوا بين جيرانكم اللي بتحبوهم بين الحرب اللي عم بتصير؟ لا 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 لا، نفصل لك جيراننا هون يعني شيعي، منروح ومنجي عليهم عادي، ولا ما منفرق يعني انه شيعي ولا لبناني ولا مسيحي ولا. شو حلو. بدي اقول لكم شيء، انا عم شجعكم وعم بقولها على التي في، هيدا نحن خسرنا 40 سنة لان كان عندنا هيدا الموضوع والتحزب والكره، لازم انتو تبنوا دايما ولادكم مثل ما قال احمد على الموضوع، لانه ما رح نقبل. ولا هلا بنربي احنا اولادنا على الحب والصداقه وعلى كل شيء، ما ترب على اساس احنا على تربيتنا اللي تربيناها عم نربي اولادنا. شو حلو عن جد، ما ربينا نحن على الطوائف، ما ربينا نحن عندنا بسوريا، ما ربينا على الطوائف ولا بنعرف شو هي الطوائف، الا كلياتنا عيله وحده خلص سوريين، ومنحب كل الناس على فكرة 100%، كل الشعوب العربية مرتاحين. بالنسبة لنا نحن قريبين على قلبنا، بس لا بينا ولا جدنا ولا جدودنا ربونا على الحقد ولا الطائفية ولا ما بنعرف. نحن جارك انت بجوز يكون مسيحي ما بتعرفه انه مسيحي، انا بالمدرسة ما بيهمك، بالمدرسة ما بيهمني، ما بيبين يعني لك يعني بتطلع بالانسان المنيح وبدك يا لأولادك او لعائلتك ما بتعرفه،
ما بتعرفه لا هو بيعرفه. نحن متخاوين نحن وياهم في مسيحية جيران عنا متخاوين نحن وياهم يعني في كأنه أخوة العادة بيقولون يا عمي ويا ابن عمي ويا فلان وكذا يعني حتى الشيعة اللي عنا والعلوية نحن بنحبهم لحد الآن بنقول إن شاء الله ما بيصير عندهم شيء لا عندهم ولا عنا. نحن بتعرفوا هيدا ميزة كتير حلوة عن جد ونحن كتير بنحب نحن كتير متأثر فيكم لأن نعرفها من زمان لحد الآن نحن نحبهم يعني ونقول إن شاء الله ما بيصير عندهم شيء ولا عنا ولا عندهم يعني إن شاء الله الأمور تهدى وكل شيء يرجع. يعني مثل ما كان ريكو عم بيقول نحن خسرناها هيدا من الحرب يعني هلأ بتشوف يعني 40-50 سنة حرب هيك مستحيل يصير سلام اصلا اذا في حقد وكراهيه بين الطوائف ولا بين شخص وشخص خلص لما بده يعم السلام بده يصير في محبه صح هي اهم شيء المحبه لانه المحبه هي المحبة. اللي بتبني لانه كلياتنا اصلا بالاساس من ام وحده وبي واحد ارجع لها المقوله هاي بتعرف انه بين ادم وامنا حواء بكل الطوائف وبكل الاديان البي واحد بتعرف في شيء انت عم بتقوله ورح اقول لك شيء اكثر مرات جمال القعده دائما بين اخوتنا مين ما كان يكون بالعرب حتى في ناس يمكن ملحدين بس انت لك حق بدك تحب قلبه بدك تحب شو هو عم بفكر في مزبوط بقى نحن كنا دائما نقول وبس نشوف اخوه لقلنا من سوريا كنت دائما اتاثر لان عندي كثير اصحاب من سوريا واقول يا ريت من 50 سنة عرفنا انه هيدا الموضوع اللي صار بلبنان بيناتنا بين الطوائف كنا مثلكم نشبهكم بقى انا بتخيل انه عم توصل رساله يسمعوا الكل انه ما تخلوا الشر يفوت قلوبكم تذكروا عم بحكي هلا سوريا لانه عندكم عم نحكي تذكروا كيف كنتوا عايشين وقد كنتوا مبسوطين وكمان نحن لما نطلع فيكن عن جد منفكركن يعني عائلة واحدة يعني أنا لما شفتكن أنا ما كنت بتوقع أنه تكونوا جيران فكرتكن بتقربوا بعض يعني إخوة نحن عائلة يعني كأنه ربينا سوا كل هالعمر يعني جينا بالمأساة واحدة والوجع واحد واللي بيوجعوا أكيد بيوجعني واللي بيوجعني بيوجعوا أولاد وأولادي وعايشين مع بعض ما في بيناتنا مترين يعني أنا بالأول بسوريا ما بقول الله بارك بسابع جار يعني نحن نحب الجيران كتير لأنه ما بعرفه بسوريا لأبو هادي بس أنا لما هلأ عشت معه هالسنتين كأنه بعرفه من 20 سنة بالضبط وهذه هي يعني المحبة الحقيقية عن جد يعني أوقات الرفيق بيكون ألزم من الخير 100% أنا ليه سميت بنتي ميرنا ليه؟ ها؟ ليه؟ ما بعرف قل لي ليه ما ها عم بقول لك ليه لانه انا وينه استاذ ميلاد بدي اوجه له تحيه كبيره لاستاذ ميلاد نصار ميلاد اوكي من يوم اللي تعرفنا على هالانسان وطبعا هو بجمعيه قلبنا مع لبنان بس فعلا قلبه كبير مثل لبنان كبير وحنون وعطوف حبيته وصاروا حتى يجوا هون حتى هو والكيب تبعهم يصلوا لنا وكذا ولما اجي تقرر سميها ميرنا واو ليك شو حلوة هذا الشيء حتى هي صلوا لها وهي ببطن امها شو هالشهادة هيدي انا اكيد بدي اكد على الشيء اللي قلتوه انا كمان جاية من سوريا لهيك لما يقول سوريا رواد بيأشر علي فانا كمان طالعة من سوريا وهيك وانت عم تحكي شيء انا كنت عم بقوله والناس ما عم يصدقوني بالاول انه نحن فعلا بسوريا كنت بمشي وبتعامل مع العالم ولا كانه بحس انه في فروقات الفروقات شفتها بس طلعت لبرا وشفت هيدا الشيء وكثير حبيت الكلام اللي انت قلته انه المحبه بس تكون موجوده بقلوبنا رح تنهي كل شيء ورح تزرع أكيد. سلام فلازم بلكي اذا فينا كمان نصلي اليوم لحتى هيدي المحبه بتمنى انا تنتشر بقلوب كل السوريين وتضل ما تروح بحياتك بس هلا شوف انت هلا نحن هلا بعياد الميلاد الله يعيد علينا وعليكم بالخير عيد سيد المسيح وعيد مولد سيدنا النبي كمان اليوم مع بعض اليوم يعني كيف؟ يعني اجتمعت مفاجأتين مع بعض ليك كيف عم حتى يعم السلام وانتوا اجيتوا هلا كملتوا فرحتنا وانا كثير بشكركم فرحتوا وبدي اقول لك شيء بتحس وانت ذكي وعميق ومرق عليك نحن جايين مش تنعمل حلقه تلفزيونيه من قلبنا جايين مبسوطين نقعد معكم اوعى تفكر والله العظيم باين باين من وجوهكم يعني من معاملتكم انه انتم ما جايين حتى تعملوا دعايه لا جايين حتى تفرحوا هالاطفال وجايين نفرجي ونلقي الضوء على ناس قوايا ثابتين مكملين قدروا برغم كل المشقات يكملوا الحمد لله رب شو هن هول دخلك؟ سربرايز للشباب الله يبارك بس في واحد بده نعطيه وحده دغري سربرايز لا هي عليهم اسامي
شوف الله كل عائله وحده زتي كيف كبلوا يا بشوطه يا ما كيف لا ما فيك تشوطيها بالخيمه هيدي هيدي بدك تتذكرها بكره بتصير بطل بليز ما تنسى عم قول له لبيك اكتب عليها وتذكر انه في ناس بلبنان حبوك وبقى ايه وعد ما تزتها يتذكرها ذكر اكيد اكيد ما راح يزتها اوكي اكيد ما راح يزتها مين كمان شكركم هاني ايه ايه بدنا نسال الكل هلا في كثير ناس بدنا هيك هدول هاني ايوه الريس هاني لقدام اللي بضل كل شيء ايه انا ابني بدي اياه مثلك بنام ساعة الاهل وبدون مزبوط او هو هلا مستحي شوي وخجول شو هلا محمد ايه 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 شو يا ماما هاني منيح يعني انت مباركتيه وموافقه عليه ما بيعذبك كثير هادي مين اخواته لهاني؟ هذا عمي عز الدين اخو محمد اوكي اخواته لهاني شو عم يطلع للكل هدايا؟ ايه اكيد اربع شباب هذا عز الدين عز الدين ايه اوكي وشو الاسم؟ تا تا اقعد حدي تا ما مبين بالكاميرا قرب اوكي ايه بدنا نكمل نحن رح نكمل هي والهدايا ماشيه انا بس كان بدي اسال تمر بدها تسال نور الدين سوك الميكروفون رئيس الطبلة نعم كد... لا أحمد يلا أحمد شو خيي شو عم بيصير القصة كتير قوية عليك شفت أحمد الثاني ثاني أحمد سوري لكن طب خلص فكرت كادو ثاني إلك أوكي إيه شو بدك تسألي تامر سمعنا أشياء حلوة كتير عنك بالمدرسة خبرنا أول شيء قد إيه عمرك يا نور 10 سنين وعم تروح على مدرسة بلبنان وعم تتعلم بمدرسة لبنانية طيب خبرنا شوي كيف كانت تجربتك بالمدرسة كان في أصحاب هلا نور الدين بس بيجاوبك هلا وبيرجع خبرنا كيف أول ما دخلت على المدرسة لقيت أصحاب أو كان صعب أول ما فتت على المدرسة كان ما عندي أصحاب وبعدين صار عندي أصحاب تعرفت عليهم أنت شكلك هيك بتحب تتعرف على ناس جداد طيب وخبرنا كمان سمعنا أنك أنت كتير شطور تدرس كتير طيب خبرنا أكتر كانت الدرس كانت الدراسة صعبة أو كانت سهلة لا كانت دراسة سهلة كانت دراسة سهلة كتير طيب وقديه بتدرس بالنهار بدرس شي ساعتين نسأل ماما بيدرس كتير نور الدين بالهي وبيهتم بدراسته كتير يعني ومن وقت اللي بيجي من المدرسة بفرجيني شو جايب شو آخذ كل نهار شو بتحب تصير بس تكبر يا نور؟ بحب تصير دق بتحب تصير موسيقي؟ شو الدق على شو؟ على الدربكة واو طب وغير الدق على الدربكة هي فيك تعتبرها موهبة يمكن بتحب تعمل شي تاني؟ بتحب تصير شو بتحب تشتغل يعني؟ لعب فوتبول تصير لعب فوتبول واو بالعيلة صار في يعني نحن عندنا بالعيلتين يعملوا فريق فوتبول جديد بالدم 100% طب بدي اسال هون خيي بيعلمني خيك بيعلمك اوكي طيب مثل حلو بدي اسال في حدا خبروني انه عم يتفوق بالمدرسه بلبنان كثير شاطر مين نور الدين شو يا نور الدين عم بيقولوا لك كثير شاطر مزبوط ريكو بس في يقول شيء ايه؟ وزعنا هلا الكادويات ايه؟ وانا بعرف انه هن ناطرين ليفتحوا الكادويات يلا. شوفي فيهم فشو رايكم نكون عم نفتح الكادويات فتح الكادويات ومن بعد بنكمل ايه؟ معك حق يلا كبرت ما عاد اعرف الكادويات يلا انا لما كنت اخذ كادو كنت انطر كرمال هيك اغزو ال اغزو وفتح يلا تفتحيها يلا حطي ايدك هون يلا 1 2 حبيبي مش من امتكم هيك بالقلب شو منيح كيف طلع لك هدية وحدة دخلت هن وحدة طلع لهم one gift وليك تو الكبار الفوت اوكي شو مش كان فوتبول لا
ليه دخلك الاولاد دائما بيطلع لهم والاهل لا؟ يلا يا نور الدين، عم بيقولوا لنا عنك انت الاشطر بالمدرسه بين كل اللبنانيه، مزبوط؟ نعم. بحبوك الاساتذه والمعلمات؟ ايه نعم. ليك تهذيب؟ نعم. نعم كمان. طيب مين بعد بدنا نسال شيء هلا هيك؟ في الشباب هون مثلا كلهم ما سالناهم، بس محمد انا محمد ما حكينا معك. لشو مشتاق بسوريا؟ كون صادق. هلا عم يحضروك، يمكن اصحابك عم يحضروك. للشباب اللي كنت معهم. للشباب؟ للشباب اللي كنت شو معهم. الاسامي هلا عم يحضرك؟ طلع هونيك قل مين اساميهم، بدنا نعرف اصحابك مين. اولاد عمي ابو سعيد، عبد الكريم، اسامه، عبوده، ابو العز. كيف كنتوا تقضوا الوقت بسوريا بالنهار؟ كنا نقضي الوقت بنروح نسهر مع بعضنا، بنروح على دمشي وبالمدرسه كمان. بس انت مثلي ما بتحب كثير المدرسه او بتحب؟ لا والله مش كثير. صرنا اثنين، سوري رح تمرق على التي في مخرج. سمعنا محمد عم يعمل شيء هون لبنان. شوف شو عم تعمل هلا. والله عم بعمل لما بروح نلعب فوتبول. وغير تتعلم؟ لا بتشتغل؟ ايه بشتغل. شو بتشتغل؟ بالميني ماركت. اوكي. عامل بالميني ماركت. اوكي. مبسوط؟ ايه سوري. مبسوط بفكرة الشغل؟ ايه. أكثر من الدرس؟ ايه. بحب الشغل أكثر من الدرس. بتقول له شيء لمحمد، بتعرف إنه أنا كنت بكندا وقتها فلينا بالحرب، وانا كنت ادرس بس بذات الوقت كنت اشتغل بالفرن. بقى بقول لك انه انا دائما بقول لمرتي انه بكره بس ولادي يكبروا ولو انا عم بدفع عنهم، بحب مرات يشتغلوا بمحلات تا يتكلوا على نفسهم وتا يكون عندهم مسؤوليه المصاري. بقى بقول لك انه تذكر بكره رح تتذكر قديش شخصيتك رح تكون اقوى وقتها تكون متكل على حالك باشياء، بتصير عارف قيمه المصاري اكثر. مزبوط بتوافقوني؟ طبعا اكيد 100%. لا عم بحكي شغل ودراسة. بس هو الاتكال على النفس هذا شيء لازم الأهل يعلموا الأولاد كيف يتكلوا على نفسهم ولا يكون ما يكونوا اتكاليين 100%. ويعرف شوي القيمة وقتها بيطلب مصاري. كنت أدرس أنا بالجامعة وأشتغل بالفرن. أكيد هلأ في أولاد بتعطيهم الخرجية بيصرفوا نصها وبيخبوا نصها، وفي أطفال بيصرفوها كلها بيرجعوا بيقولوا لك هات بدنا 100%. ايه فحلو الولد انه يكون. انا عندي اولاد كمان طلاب مدرسه، واحد بكالوريا وواحد 11 وهداك بالثامن وتاسع، ويعني تعرف انت. بس سبحان الله الله حرمنا منه بهالظروف هاي. يمكن بتعرف بدي اقول لك مرات خلينا نقول شيء كثير واضح، ما بعرف اذا الكل عم يسمعني. كمان انا مزعوج عليهم كثير كثير، يعني انا مزعوج كثير لانه راحت عليهم الدراسه وهي. بس في اقول شيء كثير حابب اعطي رساله بتامنوا كلكم فيها. بتعرف مش الله بيحرمنا، الناس المرتده عن الله هي بتاذي على الارض، ومن وراء شر الارض نحن بننظلم. نعم انا معك، لكن هي اللي حكيناها يعني سبحان الله كيف طلعت معنا. لا فهمت عليك، بس بدي اقول انه اللي بيبعد عن ربه وعن الهه بيصير ما عنده رحمه وبيصير شرير. موافقيني؟ نعم. إيه واللي بده يبعد ويعمل شر بده يأذي الناس الأوادم، بس رح يضل الله معنا. نعم نعم. الشر من أنفسنا خير من الله، والشر من البني آدم من أنفسنا نحن 100%. فالله يرجع له إرادة هيك رب العالمين. له إرادة بيحصل معنا هالشيء هذا يعني ومع سوريا بالأخص يعني حتى، والحمد لله رب العالمين. الله كريم إن شاء الله ونرجع بإذن الله ونرجع الأمور يا رب إن شاء الله يا رب على ما كانت عليه بالأول، وإن شاء الله أمننا بالله كبير. مزبوط، والجملة اللي قلتها كتير مزبوطة هي أنه الله كريم. يعني مزبوط يمكن خسرته قصص بسوريا، بس أنا بعرف أنه الله كريم رح يكون عم بعوض لكم عن القصص يلي أنتوا خسرتوها إن شاء الله. أكيد، بس تعويض عن الوطن ما في مثل الوطن مستحيل. نعم عمول كلامك مزبوط، بس ما في شيء في الدنيا بيعوض وطنه الواحد ومحل ما عاش وربي وإله ذكريات. مستحيل هاي تروح أو أي إنسان يعوضها، صعب. رح أقول لك شيء، بما أني بفتخر أني أقدر أقول لك، بس ممكن أنا ممكن أخفي بس ممكن تلاقي ناس هيك مثلكم مثلا
يحسسوك بال بال بشويه حنان شويه عطف شويه، بس هي فتره مزبوط. بس لما انا بقعد مع حالي انا ما في حدا بيقدر يرجع لي مثلا ذكرياتي الا لما ارجع على بلدي 100%. بس رح اقول لك شيء واحد، 50 سنه حرب يمكن نحن بلبنان ما بعرف او 40، بقول لك انه لو مرات بنايات تكسرت اهم شيء العالم الارواح الناس تضل يا رب، وبقول لك انه رح ترجع. بعرف معقول تطول، ما عم بتفلسف، ما بعرف الله بيعرف، بس رح ترجع. 50 سنه قعدنا ورحنا وسافرنا وتركنا وبكينا وطلعنا ببواخر وكنا عم نبكي نحن وعم نودع، بس رجع بعد سنين راقت، بدها ترجع اذا الله راد يا رب. انا مالي بالسياسي، انا عم بحكي على وطن 100%. 100% ما هيك بدي اقول لك بشكل عام، ما هيك عم بقول لك، هيك عم بقول لك انه هاي اطفال مثلا، ما بس انا اطفالي، انا في اطفال كثير اللي راح مستقبله واللي شو بده يحكي الواحد، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الله نحنا يبارك فيكم على كل حال، ولفتي حلوه منكم هال، وهيدي مش من قيمتكم، هاي لفتي محبه جايين نتسلى معكم، وان شاء الله ينعاد عليكم وانت وعلينا كمان بالخير. وانتو كمان. انا بس بدي اقول شيء، انه انا لما بتعرف على عيل من سوريا عن جد بحس بالفخر، انه من وسط هيدي الضيق عم نتعلم، عم بسمع منكم اشياء كثير حلوه، انه يعني مثل هلا حضرتك قلت انه المحبه تكون موجوده بقلوبنا، مثل ما انت قلت انه في عندك لسه امل لقدام، وفعلا الرب يستخدم اكيد دائما هلا بلا امل البني ادم انتهى تماما، واملنا طبعا بالله، هو بيستخدم هيدي الظروف الصعبه لحتى نتعلم. فكتير حلو هيك بشجعكم، بس انه تماما امتحان، قالت انه نتعلم الاشياء الجديده لحتى نرجع في حال رجعنا على بلادنا نرجع بطاقه جديده لحتى نغير هيدي البلد، او لحتى أكيد نزرع يمكن المحبه اكثر. فانا كثير بس حبيت اقول انه انا كثير فخوره انه عم شوف بلاد عن جد ناس من بلدي وعم يحكوا بهذه الطريقه. يا رب الله يخليك يا رب، انا احنا لنا الفخر، وكثير كثير انبسطنا بوجودكم معنا، ونحن ما كمان ما بعرف يعني عن جد لساني بيعجز عن هالموقف اللي فاجئتونا فيه عن جد. منه شيء، بس بدك تعرف شيء صغير وبدنا نكمل اكيد القعده، بس شو رايكم بعد ما اجى الاكل؟ يعني في اكل كمان. بدنا نرتل شي ترتيله سلام عن السلام، شو رايك كارن؟ سلامك فاق العقول، في نوم مش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك فاق العقول، في نوم مش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام الله سبتو لينا، مش زي العالم تعطينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله سبتو لينا، مش زي العالم تعطينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام سلام لشعب الرب سلام سلام جربوا قولوا معي سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام سلام
لشعب الرب. بعد سلام كل من سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام الله سبتوا لينا مش زي العالم تعطينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله سبتوا لينا مش زي العالم تعطينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب. بعد مرة سلام 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 لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. والله بيده ماسكني في مراعي الخضر أيدني، والله بيده ماسكني في مراعي الخضر أيدني. ملك الملوك يا الله يا سيد الأسياد، نفوسنا بانتظار تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا الله يا سيد الأسياد، نفوسنا بانتظار تاخدنا للأمجاد. وتملى فيك بعينيا يا الله يا غالي عليا، وتملى فيك بعينيا كل شطارتك، بس هو بدأ أحسن منك. هو بدأ أحسن بس إنه أنا تحمست. أعطيني تنك بدأ عليها. بنصي الملعب
بيشوت. يلا 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 احمد يلا تمار عم يجوا علينا. شو بدكم؟ احمد هاني عم يجوا تمار. اوه والكولر يسدد. هلا تمار. نحن بدنا نربح. ايه انه نحن هيك بدنا نربح بقوة. قرب على الكاميرا. بدنا نربح. برافو. شباب الشيخ هيك الناس هيك التحدي. هيدي هي مان. انت مش مستعد. هلا ورا وربحنا. بدنا ناكل بدنا ناكل. هي 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 بدنا ناكل. واحد اثنين روح. واو شو قوي. ليك ليك وحده مان وحده. عن جد مش قادر امسكها. يلا ثبتها بالارض. اعطيني خمسة بقوة بقوة. انت انت ايوه. احمد عم بيساعدني. ثبت الطاولة. يلا جو. هيك نحطه بالطول. يلا طورون. يلا واحد اثنين روح. اكيد عم بتشوفوا سبابيط بس هو مش الهدف سبابيط. بس ليك شو صار بسبابيط جديده مش هيك احمد؟ بس بقلكم انه كثير صعبه تلعب مع 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 اشخاص محترفين. بس انه ها تعادلنا مزبوط اليوم. سمحت لنا فيها بالتعادل. قلت ما عليه طب ما نبكي نروح زعلانين. اوكي فينا نشوف القوه من الماتش على الواحد على وجهه. بتعرفوا يعني اكثر واحد عنده هو اصغر واحد ما بيعرف يلعب يا هو انا. طيب اسالكم شيء. مرات كيف هون بتصير الاشياء؟ كيف بتقدروا تعبوا مي؟ وين موجودين الامور؟ يعني كيف بتروحوا بتعبوا مي من محل وبتجوا او كيف بتصير الاشياء؟ لا هون احنا في عندنا مي من تحت المصلحه. هي يعني فيها مي بس يعني مو كل يوم بدورونا. يعني كل خمس ايام يدورونا مي. اوكي بس انه منيح. بتقدروا بوقت يعني بيتامنكم بتولعوا نار تقدروا تسخنوا مي وهيك؟ او في مي سخنه؟ لا. عندكم او ما بيجي مي سخنه؟ لا ما بيجي مي سخنه. احنا بنسخن على الغاز. على الغاز. اوكي على الغاز. لكن بسخنوا على الغاز. بدكم نقوم هيك نبرم نشوف كيف هون كيف قدرتوا عملتوا هيدا الشيء. ووقتها يقوى الشتاء بيقوى السقعة بالخيمه او الخيمه مضبوطه؟ لا الخيمه دافي. الخيمه مضبوطه الخيمه. اوكي امسكوا اذا بدك هيك بسالك. و بقلب الخيمه موجود المطبخ والهيدا قرب الميكرو. بقلبها للخيمة. يعني عزوقكم العمار كان. طب منيح كتير. رح كون عم خسي الايدي هلا هون لانه بعد شوي رح نكون عم نعمل ساندوتشز كتير 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 طيبين. رح نخبركم شو الانجريدينتس بعد شوي. هلا هونيك في شيء طيب اجى هلا عم بيطلع عنه ما بعرف. ريحة الدفا. ها ريحة الدفا. وشو معروف بسوريا؟ الشاي بقى. ومعروف كرم الضيافة. يعني هيدي كاسة الشاي. لا يلا كارن يلا فوتوا شباب. يلا مين من الصغار بحب شاي؟ مش من الصغار. منو صغار شو احمد صغير؟
اشرب انا. في بقلبه سكر؟ اوكي كثير منيح. احنا سوريين بنحط السكر بالعشاء. انا بحب. اوكي ايوه انا كمان. يلا شباب. هون بحط زيت السكر بحط مزبوط وبعدين بحطه 100%. لا نحن بنحطه بالشاي. كثير طيب. هيدا اطيب شاي انا شربته عن جد. يلا تفضل استاذ. ونحن وعم نشرب الشاي والمخرج عم يشرب الشاي. جوني وينو جوني المخرج؟ اهلا. اوكي شو عندكم؟ في شيء طيب نروح نعمله. ونحن عملناه خاصه حضرنا الانجريدينتس عن جد وكان حضرته يعني المستحضرات اوكي بس انا ما راح اروح هيئتنا مش هيك ما سامحين لي اروح هيك. انت ما فيك بالمطبخ مزبوط معك ها راح يروحوا معكم هن. ايه شباب طيب يلا انا بقعد هون بنفتح صبحيه بعد الظهر. رح ناكل شوكولا. بتحبوا الشوكولا؟ ايه أكيد. أكيد مين ما بحب الشوكولا. يلا. يلا بس بسيطة تذكروني بشي ساندويتش. إيه يعني كيف كان الوقت؟ انا لإلي كان رائع. انتو بتوافقوا؟ ايه انا كتير حبيت الوقت وكتير انبسطت كمان. وطبعا اكيد انت كمان كتير حسيت بشي مختلف اليوم. بكل صدق عم بقول كتير انبسطت زيادة. وكنت عم بقول للمخرج انه كتير بحب انه نكون قليل ما يكون في كتير ناس تا نقدر نتعرف اكتر على العالم. وحسيت مع الفريق تبعي وكل البوطة تبعي اذا فينا نقول صرت أعرفهم كتير. واللي أثرني بنسى الأسامي مرات بس حتى الأمان بلشنا شيء وكنت شايفهم حزينين وأنا شفت الصدق بقلبهم قديه فرحانين هلأ. بس بعتقد يعني بعتقد آخر همنا الكادويات أو كل الناس بس أهم شيء بحس أنا بقول رسالة محبة حقيقية تكون. حبيت المحبة من طرفهم، حبيت الضيافة اللي عملوها وحبيت كيف الشباب آخر شيء إجوا وبقيوا معنا وصاروا يحكوا معنا. إنه حسيت إنه كسرنا الحاجز اللي كان بالأول إنه إحنا غربة وبالأخير صرنا مثل عائلة واحدة. وأنا كمان هذا الشيء شفته إنه عن جد استقبلونا كعائلة. يعني ما كنا ما حسينا إنه نحن غريبين معهم، حسينا إنه نحن عائلة واحدة وهيدا المحبة كتير فرقت معنا. بلشت الحلقة بتقول روح زورهم ببيتهم. نحن زرناهم بخيامهم بس كأنه بيت ودفى. بلكن صدقوني ما تنطروا ضروري عيد بس عملوها مرة وركزوا على ناس تيكون في صداقة بينهم وبينكم. ما يكون كتار، ما تركزوا على 1000 شخص، ركزوا على ناس تتعودوا عليهم. رح نشتقلهم ونتذكرهم. بدي أقول له لميلاد من هارت فور لبنان إنه اللي عم تعمله يا ميلاد شي رائع. ما بعرف إذا ميلاد هون بس ميلاد تاع شوي معنا تاع هو وشي ميلاد بهارت فور لبنان وهو مزبوط مسؤول عن كتير خيمات. بس بقول لكم شغله بدنا الميكرو بليز ميكرو جايز قرب هلا بيوصل الميكرو. ميلاد بدي اقول لك شيء قدام الكل. ميلاد ما انه عارف اني عم بحكي عنه سمعني. بدي اقول لك تاثرت فيك حزار لي لانه بقدر حس بلا ما تقول انه انت ما عم تعمل خدمه للواجب. في عندك حب وعشق. كيف كنت عم تخبرني عن كل شخص هون من كل عائلة عن كل ولد بتعرف عنه التفاصيل وتحكي بشغف. بس هيك حبيت أقول قدام الكل بدي أشكرك كتير. أوكي أنا بدي أشكركم لأنكم كنتوا معنا اليوم بهيدا النهار الطويل. أعطيكم ألف عافية أنت والفريق. بدي أقولكم شيء إنه نحن عم نخدم الرب يسوع المسيح. نحن بنشكر الرب يسوع المسيح على الامتياز اللي أعطينا إياه إنه نكون بالحقل بالخدمة مع هود الناس. بتمنى كل الناس تكون منخرطة بالخدمة، كل الناس تشوف خي الإنسان وتمد إيده وتساعده. هيدا الفكر فكر يسوع المسيح، هيدا التعليم تعليم الرب يسوع المسيح. بنشكره على كل العطاءات اللي عم يعطينا إياها، هيدي من بركاته من نعمته.
بتمنى هود الناس يرجعوا على بلادهم، يرجعوا غانمين سالمين، بتمنى هود الناس يعيشوا يرجعوا يعيشوا حياة طبيعية مثل ما كانوا عايشين من قبل. هدفنا نفرجيهم صورة المسيح، صورة المسيح الحقيقية اللي هو انه هود ولاده وهو بحبهم كتير وهني غاليين بنظره. هيدا امتياز عظيم انه نكون مع هود الناس ونحن نخدمهم. بتمنى انه يكون في لفتة لكل العائلات السوريين، لكل المهجرين العراقية وغيرهم، لكل الناس المهمشين. هيدي رسالتنا بهارت فور لبنان، بجمعية قلبنا مع لبنان، شعارنا to see lives change and community transformed، وهيدا اللي عم بيصير، اللي هو اللي رؤية حياة الأفراد تتغير والمجتمعات تتبدل. نتمنى وهيدا من كل قلبنا أنه هيدا الناس يرجعوا على بلادهم ويعيشوا حياة كريمة وحياة لائقة. وشكرا مرة تانية على الفرصة عطتونا إياها نكون مع بعض نخدم هود الناس ونفرجيهم صورة المسيح الحقيقية باسم المسيح، أمين. ونحن مشكلك ميلاد كتير، كمان أعطيت رسالة، خلص وقتنا، رح نقوم دغري نركض تنقول باي مع كل العائلة الجديدة تبعنا. صار في عائلة منقدر نطمن عليها ونعرفها عائلتين بس كأنها عائلة واحدة. ريدي نروح نقول باي؟ يلا لهونيك. ايه، واحد اثنين جو.